السلام عليكم متتابعات قناة وصفة الزهرة الوردية، كي دايرين؟ غاليت على قلبي، كلشي وداك، كلشي مزيان. نتمنى يا ربي هذا الفيديو يلقاكم في تمام الصحة والعافية، وتكونوا بخير ومرتاحين وتلقاو خواطركم يا ربي، امين. اللي عنده شي امنيه في خاطر الله يحققها لها يا ربي، امين. في هذا الفيديو ان شاء الله اي وحده كتعاني من السحر فهذا الفيديو هو الفيديو الصحيح. فبزاف تاع الناس دخلوا عندي، تواصلوا معايا في الفيسبوك على صفحتي، قالوا لي اعطوني اعراض ديالهم وشت ليهم ولقيت باللي عندهم فعلا سحر. الناس اللي عندهم سحر مرشوش ولا عندهم سحر الملابس، داك الشيء علاش دائما البنات كنحذركم من انكم تبادلوا الملابس مع شي حد. ردوا البال ثم ردوا البال، راه كيتدار سحر الملابس في الملابس. لذلك البنات هاد السحر هو اللي كيخلي الامور عندك معكسه، يعني اي حاجه درتيها ولا عملتيها ما كيجيبش فيها الله التيسير كاع ابدا. داكشي علاش البنات الله يسهل عليكم ويستر لكم، اللي عندها بنيتها حاسه بها مسحوره، راه هاد السحر كتكون الاعراض ديالو كيضروك قدامك، كيضروك رجليك، المفاصل ديالك، وحتى الوراك حتى هما كتشعري بالام، يعني في الاوراق وفي الاقدام وفي يعني في الساقان، يعني كيكون واحد كيكون بعض المره الم. الوصفة سهلة بسيطة جدا، ما فيها زعما شي حاجة. كنحتاجو الماء، ماء، كنحتاجو خل، يعني مكونات الدريات او البنات متواجدين في اي بيت عربي، لذلك البنات نحاول نهضر شوية بلهجة عربية باش تعمل فائدة. الناس اللي عندهم سحر مرشوش ولا سحر الملابس خاصكم تعرفوا بلي هذا هو الفيديو الصحيح. كنكبو شويه الخل، من اليوم ان شاء الله غتقولي وداعا للسحر. كتعرف في شي حد حاسه بيه مسحور قدم صيفط لي هذا الفيديو، يعني باش تعمل فائده وتاخذي الاجر. بعد ما البنات ما درنا الخل كنديرو حفنه من الملح، حفنه من الملح، بسم الله. انا ندير واحد الكميه اللي تكون يعني لا باس بها من الملح بحال هكا، نحاول داك الملح ندوبوه. ونديرو البنات ماء الزهر، ماء الزهر ولا يمكن استبداله بماء الورد. فكيف ما كتعرفوا يا بنات انه ماء الزهر وماء الورد عندهم رائحة زكية، وكتعرفوا بلي ان السحر يعني هو كل نجائس وكل يعني رائحة كريهة. هذاك الشيء علاش كنعطرو بماء الزهر ولا ماء الورد اللي متوفر عندنا القليل فقط. وكنديروا كذلك مكون اللي هو اساسي، وللاسف يعني مو متواجد عندي، ما عديش هنايا. نتوما سيروا خذوا عند العطار ضروري في هذه الوصفه البنات، يعني هذه الوصفه راه كيعطوها كبار الرقات، كيعطوها لاي واحد عنده مسحور ولا شي حاجه. المهم هادشي كامل نخلطوه، نقربوا فمنا لهاد الماء ونقراو عليه ثلاث مرات سورة الفاتحة، ثلاث مرات آية الكرسي، ثلاث مرات المعوذات، وكنقراو عليه ثلاث مرات آية ديال السحر. آية ديال السحر راه معروف وما جئتم به من سحر فأبطله، المهم إلى آخره. أخليهم لكم في صندوق الوصف، راح يعني أترك لكم يعني سمحوا لي العربية عندي شوية معبشة، راح أترك لكم يعني في صندوق الوصف يا بنات يعني دوك الآيات اللي لازم تقرأوها على هذا المي. من بعد البنات كتقربوه لفمكم، كتقراو داكشي، من بعد كتدفلو يعني بتنفاتو في الماء، كتقولو بحال هكا، وكنخلطو داكشي كامل البنات، وكنديرو رجلينا بحال هكا، كنديرو رجلينا، كنديرو رجلينا في هاد الماء، كنديرو رجلينا في هاد الماء واحد المده، كنخليهم مزيان تقريبا ساعه ولا نصف ساعه، على يعني المده انتيا اللي قاده. من بعد البنات كتمشي
ملي كدوشي وانتي رجليك يكونوا نقيين، ضروري الارجل تبعك يعني يكونوا نظيفين عاد تحطيهم هنا. من بعد كتمشي تستحمي، وملي كتستحمي كتكبي عليك هاد الماء، وهاد الماء البنات ما كتكبيش عليك من الراس ديالك، الا كتكبي عليك من الاكتاف ديالك، من الرقبه ديالك، حيت تما فين كيلصق السحر، يعني تما باش تحيد كامل الاسحار اللي فيك. وهاد الماء ما كترميهش في المجاري المائيه، الا بما انه فيه يعني مقري عليه كلام الله سبحانه وتعالى، فلازم يعني تحتفظي به، يعني تحطي واحد الاناء وتدخلي وسطه وتكبي عليك هاد الماء وتحتفظي به وتخلي عندك تحتفظي به حتى شي نهار لما يعني تبغي تخرجي ولا شي حاجه تكبيه في شي شجيره ولا شي غرس، يعني شي حاجه طبيعيه يعني في الطبيعه الخضراء. يعني هادشي اللي كاين وصفة سهلة وبسيطة، خصكم تعرفوا بلي ان هاد السحر يعني كيخلي بنادم يمرض، كيحس بالام في الراس، الام في المفاصل ديالو، دغيا كيعيا، كيعكس ليه الامور، يعني بيخلي يعني الامور معكسة، يعني لو كان زواج ولا كان يعني خطبة ولا يعني كتحس براسك البنات، كتحس براسك انك ضايعه وتايهه، فيما حطيت رجليك ما كتلقايش زهرك، فيما حطيت رجليك. لذلك البنات جربوا هذه الوصفه والله يسهل عليكم ويسهل لكم اموركم. اي واحد عنده شي امنيه في خاطره والله يحققها لي، ما تنساوش تشتركوا في القناه زهره الورديه وتفعلوا الجرس كي تتوصلوا بكل جديد، والله يسهل عليكم ويسهل لكم اموركم. اي وحده بدها اي وصفه مرحبا على الراس والعين، قبول ولا يعني ابطال سحر ولا اي حاجه، نخلي لكم ان شاء الله الصفحه ديالي ديال الفيسبوك يعني عشان تتواصلوا معايا ان شاء الله. وهذا الشيء اللي كاين والله يسهل عليكم ويسهل لكم اموركم يا رب. السلام عليكم متتابعات قناة وصفة الزهرة الوردية، كي دايرين؟ غادي على قلبي، كلشي وداك، كلشي مزيان. نتمنى يا ربي هذا الفيديو يلقاكم في تمام الصحة والعافية، وتكونوا بخير ومرتاحين وتلقاو خواطركم يا ربي امين. اللي عندها شي امنيه في خاطرها الله يحققها لها يا ربي امين. في هذا الفيديو ان شاء الله اي وحده كتعاني من السحر فالفيديو هو الفيديو الصحيح. فبزاف تاع الناس دخلوا عندي تواصلوا معايا في الفيسبوك على صفحتي، قالوا لي اعطوني اعراض ديالهم وشت ليهم ولقيت باللي عندهم فعلا سحر. الناس اللي عندهم سحر مرشوش ولا عندهم سحر الملابس، داكشي علاش دائما البنات كنحذركم من انكم تبادلوا الملابس مع شي حد. ردوا البال ثم ردوا البال، راه كيتدار سحر الملابس في الملابس. لذلك البنات هاد السحر هو اللي كيخلي الامور عندك معكسه، يعني اي حاجه درتيها ولا عملتيها ما كيجيبش فيها الله التيسير كاع ابدا. داكشي علاش البنات الله يسهل عليكم ويستر لكم. اللي عندها بنيتها حاسه بها مسحوره، راه هاد السحر كتكون الاعراض ديالو كيضروك قدامك، كيضروك رجليك، المفاصل ديالك، وحتى الوراك حتى هما كتشعري بالام يعني في الاوراق وفي الاقدام وفي يعني في الساقان، يعني كيكون واحد كيكون بعض المره الم. الوصفه سهله بسيطه جدا، ما فيهاش زعما شي حاجه. كنحتاجو الماء، كنحتاجو خل، يعني مكونات الدريات او البنات متواجدين في اي بيت عربي، لذلك البنات نحاول نهضر شويه بلهجه عربيه باش تعمل فائده. الناس اللي عندهم سحر مرشوش ولا سحر الملابس خاصكم تعرفوا بلي هذا هو الفيديو الصحيح. كنكبو شويه الخل، من اليوم ان شاء الله غتقولي وداعا للسحر. كتعرفي شي حد تحسبي مسحور قدمي صيفطي لي هذا الفيديو يعني باش تعمل فائده وتاخذي الاجر. بعد ما البنات ما درنا الخل كنديرو حفنه من الملح، حفنه من الملح بسم الله. انا ندير واحد الكميه اللي تكون يعني لا باس بها من الملح بحال هكا، نحاول داك الملح ندوبوه. ونديرو البنات ماء الزهر، ماء
الزهر ولا يمكن استبداله بماء الورد. فكيف ما كتعرفوا يا بنات انه ماء الزهر وماء الورد عندهم رائحه زكيه، وكتعرفوا باللي ان السحر يعني هو كل نجائس وكل يعني رائحه كريهه. هذاك الشيء علاش كنعطروا بماء الزهر ولا ماء الورد اللي متوفر عندنا القليل فقط، وكنديروا كذلك مكون اللي هو اساسي. وللاسف يعني مو متواجد عندي، ما عديش هنايا. نتوما سيروا خذوا عاد العطار ضروري في هذه الوصفه البنات، يعني هذه الوصفه راه كيعطوها كبار الرقات، كيعطوها لاي واحد عنده مسحور ولا شي حاجه.